بطولة آسيا بطولة صعبة، بطولة مهمة. أنا كنت أتمنى من المدرب أنه سمع التصريح له أنه هو يعني منتخبنا غير منافس. والله يعني حقيقة أنا أستغرب من التصريح، أنه كنت أتمنى المدرب أنه يدخل ومنتخبنا منافس. إحنا ننقل شأن عن المنتخبات الموجودة، إحنا يجب أن نكون منافسين بآسيا. إحنا ما كنا، هي البطولة الوحيدة ما كنا منافسين بها، بما نكون منافسين حقيقة حاليا البطولة الوحيدة اللي بآسيا ممكن تكون انه تكون منافس وتكون محتك المحك الرئيسي للمنتخبات. كاس العالم يختلف خصوصا. زين خلي اتداخل وياك بهذه النقطة، ممكن يفسر تصريح كاساس لرفع الضغط عن اللاعبين كابتن صالح؟ حقيقة اني هذا اعتبر انه تصريح يعني وجهة نظري اعتبره انه جبان اللي صار. اي جبان مدرب، شوف المدرب اسمه مدرب اليابان، مدرب اليابان اجل وصرح وقال اني جمعت افضل ما عندي انه اريد ادخل منافس، ما قال اخذ بطوله، قال ادخل. شوف اكو فرق من انه انت تقول انا اجي اخذ بطوله وبين من تقول انا منافس. هذا طموح يجب ان يكون موجود. كل المدربين المنتخبات من تدخل للمنافسه ما يطلع نفسه عن المنافسه. نعم يقول اني منتخبي اكو منتخبات قويه، اكو انديه قويه، انا جاي فرصتي ممكن مو 100%، بس انا اسعى، انا انافس، انا اريد احقق شيء. هذا طموح يجب ان يتواجد عن عد الكادر، يجب ان يتواجد عن عد اللاعبين، يجب يتواجد عن كل المنظومه. بس ما المدرب يجي يقول انه انا ما انافس، يعني انا ما تنافس، يعني شلون ما تنافس؟ انت مدرب منتخب صار لك سنه مع الفريق، شفت هواي مجموعه لاعبين، جربت هواي مجموعه لاعبين، تدربت، اخذت معسكرات، اخذت كل شيء، ما تنافس شلون ما تنافس؟ اليوم اذا ما تنافس انت بهاي المجموعه بكاس اسيا مع هاي المنتخبات وتكون منتخب وتطلع من الدور الاول والدور الثاني، حقيقه انت ما ضفت شيء للمنتخب، كمدرب انت ما ضفت شيء للمنتخب.